مستمرين معكم من باريس، بنمنتج على الهوا والشغل على الهوا، ويمكن الفصل الاعلاني اول مره مطول فيه، عشان الشغل كله اللي جاي لنا مباشره على الهواء مباشره. ولكن لان مصر فرحانه فرحتين، فرحه قدم وفرحه يد، اطير معاكم الى باريس مره ثانيه، ومعي محمد بيه الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. يا محمد بيه، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الناصر. تحياتي لمعاليك يا فندم. يا اهلا بيك، وتحياتي لسيادتك ولاسره البرنامج وللشعب المصري الجميل اللي النهارده في سعاده فيها القدم وفيها اليد. بص، هي نادرا لما تحصل كده، وعشان كده في قناة الشمس فتحنا هوانا لمصر حبا بمصر ومن أجل مصر، لأن لن نجد صدفة تاريخية إن احنا نصعد قدم ويد في يوم واحد. وهذا اليوم التاريخي وفوز اليد على النرويج، وإنتوا يا فندم بصراحة أنا بكيت يوم فرنسا، حرام 8 ثواني حرام، فالنهاردة ربنا عوضنا. الحمد لله الحمد لله استاذ عبد الناصر، احنا علينا طبعا، المجموعه كلها بذلت جهد واجتهدت والتوفيق من عند الله، لكن احنا كل الجهاز الفني واللاعبين يعني الحمد لله ملتزمين وعملوا اللي عليهم، ويعني احنا فرحتنا في اسعاد فعلا شعبنا الجميل ده. خلينا اسالك، يعني عملنا ريمونتادا في الشوط الاول تاريخيه، فرقت معانا جدا في الشوط الثاني يا محمد بيه. النهارده ان شاء الله مع النرويج. فعلا احنا كنا ماشيين جون بجون، وبعدين الحمد لله مع شويه تبديل في نهايه الشوط حولنا الشوط لصالحنا وطلعنا كسبانين فرق هدف. في الحقيقه اولادنا طبعا يعني، ولو احنا يا محمد بيه بنوصل لرقم ال 26 بفضل الله بتعب وسهوله، وحتى احنا فرنسا هي اللي يعني معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي قال لي خلي بالك انا في باريس الصفحات كلها والاعلام الاوروبي كله كان ناشر فرقه الفرنسويين بالتعادل معانا، وده في حد ذاته فخر لينا. طبعا فرنسا من ابطال العالم، وهم والنرويج والدنمارك. وعملنا مباراتين سواء مع دول او مع دول بشكل كويس. صحيح في اخطاء، لان احنا اللعب الجماعي مش محسوب بالثانيه وبالمتر وبالدقيقه والكلام ده، دايما حساباته فيها نقاط تقديريه من الحكام، وده لاحظناه في 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 معظم نتائجنا اللي فاتت، ان احنا ممكن اول لعب يتحول بخطأ تقديري، لكن الحكم يقصد او ما يقصدوش، لكن في النهاية هو مؤثر. فالامور دي كلها بتبقى عبء على عاتق اللاعبين وعلى المتفرجين، واحنا قاعدين واحنا بنشوف ان احنا يعني فايزين، وزي ما قلت 8 ثواني وللاسف هدف تعادل من اخطاء مننا اولا، وبعدين اخطاء من التحكيم ايا كانت دي او دي. في الهاندبول خلاص انتهت، لان في النهايه الحكم هنا تقديري. طيب يعني الحكم انسان. عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا اتظلمنا في فرنسا وحظنا في التحكيم مع فرنسا زي الزفت، يعني احنا عندنا حظ تائس مع فرنسا بصراحه يا محمد بيه. ولكن قول لي، المباراه الاخيره اصبحت تحصيل اصل وخلاص، احنا في دور الثمانيه، صعدنا اليوم من دور ال 16 الى دور الثمانيه، استعداداتنا ايه؟ وهل هننتقل من بلد لبلد؟ ان شاء الله، بس في عندنا مباراه لسه مع الارجنتين. وان شاء الله يعني اصبحت تحصيل حاصل، هنقدر نعمل استشفاء لعيبتنا، ومهم ان احنا نفوز برضه. ان شاء الله باذن الله نفوز، لان احنا بيهمنا كمان الترتيب، يعني بدل ما نطلع ثالث او رابع بنحاول نطلع ثاني، لان احنا هنا مقصيه، يعني معناها تاني هلاعب تالت المجموعة. حتى المدير الفني لكرة اليد معانا، أسرته لابسين زي مصر على الهوا، يعني خلي بالك
اخوان كارلوس النهارده اسرته كلهم لابسين علم مصر ولابسين تيشيرتات مصر. عايز اقول لك كرة القدم وكرة اليد اكبر شعبية، لدرجة ان زي ما قال سيادة الوزير ما زلنا نحلم ولسه ما حققناش ميداليات، بس الناس فرقانة. انت ضمن الثمانية العظماء دلوقتي وكرة القدم ضمن الاربعة العظماء. الحمد لله الحمد لله، دايما يا رب كده بلدنا في سعادة واهلها يعني في ابتسامة وفرح دايم ان شاء الله. في ترتيبات معينة لدور الثمانية يا محمد بيه؟ احنا ان شاء الله. المشكلة يا استاذ عبد الناصر ان احنا قدام المجموعة اللي هنلعبها احنا بنعمل ترتيب في مجموعتنا، نحاول ناخد افضل ترتيب. تمام. طبعا احنا كسبنا النرويج اللي هي كانت الاولى، يعني معاها 6 نقاط في 3 مباريات، يعني كسبهم كلهم. بما فيهم فرنسا، كسبت فرنسا. فكون ان احنا نكسبها النهاردة دي خطوة متميزة جدا وهائلة. بقى لنا مباراة واحدة بس مع الارجنتين، وبإذن الله هيبان ويتضح فيها الترتيب اللي احنا بنأمل ان شاء الله انه يكون تاني. معناه ان اللاعب الثالث بقى في المجموعة الثالثة. المجموعة الثانية فيها مين؟ فيها السويد وفيها اسبانيا والمانيا وكرواتيا وسلوفينيا، يعني فيها 5 منتخبات تقيلة. طب يا ترى انا رايح على اي منتخب فيهم؟ في الحقيقة هم يعني المنتخبات دي مع بعض، معهم اليابان، لكن المنتخبات دي كلها بيكسبوا بعض، ويعني الأمور فيما بينهم سجال، حرب سجال فيما بينهم، لدرجة ان انت مش قادر تحدد بوضوح انت ممكن تلعب مع مين عشان تعديه. لكن القضية دي مش دي في حسابنا، احنا في حسابنا ان احنا ندخل في الترتيب الاول، دخلنا الدور الثمانية، وبعدين ايا كانت المباراة اللي احنا هنقابلها او المنتخب اللي هنقابله او نواجهه، ده اللي هيوصلنا لدور الاربعة ان شاء الله. فلا شك ان احنا في ذهننا باذن الله الفوز عشان تدخل دور الاربعة وتبدأ تدخل بقى في الميدالية، تلعب مباراة الكروسية الفايزين بيلعبوا على الاول والثاني، والمنازمين بيلعبوا على الثالث والرابع. فده حلمنا ان احنا ندخل عشان ناخد ميدالية ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمك ويمنحك التوفيق. الحالة حلوة ومصر فرحانة بيكم. انا النهاردة لغيت السكريبت ولغيت الضيوف وقلت لا صوت يعلو فوق صوت علم مصر، وعايش الفرقة مع المصريين كرة قدم وكرة يد. وبلغ تحياتي لاخوان كارلوس وللعيبة يا فندم، لاعب فرحتونا، وربنا يكرمكم في مباراة الأرجنتين كتحسين مركز عشان توصلوا للأهداف اللي انتوا حاطينها. بس سؤالي الأخير بقى، يعني انت محظوظ، حسن بيه مصطفى رئيس الاتحاد الدولي بيدعمك في كل ماتش، كابتن الخطيب بيبو العظيم الأسطورة في المدرجات في كل مباريات كرة اليد، الحاج جمال الجرحي، الوزير الدكتور أشرف، انت محظوظ يا محمد بيه. الله يخليك يا استاذ عبد الناصر، محبة الناس أهم حاجة، ولكن أنا بتكلم دايما سيادتك بتقول إيه؟ دعم معالي الوزير أشرف صبحي، ودعم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، ودعم شعبنا الجميل اللي بيستنانا، اللي ما يستغلش الظروف دي يبقى ما اشتغلش. يعني لما تلاقي ناس المحبين ليك بيدعموك الدعم ده، عليك بقى يعني تعمل اقصى ما في وسعك. لا لا بس انا عايزك توصف لي شعور الخطيب يا الاسطوره محمود الخطيب، اهتماماته كره يد هو والدكتوره زوجته واسرته في كل المباريات. الاعلام كله تناقل صور الكابتن محمود الخطيب واسرته والحاج جمال الجرحي في كل مباراه مع الدكتور حسن مصطفى. الخطيب كمان يعني خلى ملايين الاهلاويه ينتظروا الماتشات دي بتاعت اليد. ما هو ما بين الاثنين احنا كنا متجهين ان احنا نشوف كمان القدم. ايوه. خد بالك احنا كنا متابعين لماتشنا في القدم، ويعني يا دوب نزلنا من القدم بفرحتنا نزلنا على الهاندبول. احنا كنا قاعدين يعني نقول ايه؟ الانفاس محبوسه، النبض يا محمد بيه، يا محمد بيه، احنا بنواجه طاغوت اسمه السوشيال فاشل واعداء الوطن. اقول لك النهارده
كانت هاملة اليوم الأسود للمصريين، لا هنفوز على النرويج الأول في المجموعة في اليد، ولا هنفوز على باراجواي دي، وربنا كرمنا وخذل هؤلاء الخونة بصراحة. اسمعني يا استاذ عبد الناصر، فضل. احنا مش عايزين نخون حد، احنا كلنا مصريين، كلنا محبين لبلدنا. صح. لو في اي حاجه من دي مع بعض، مع القله القليله من الناس، فنقول ربنا يهديهم، ويعني ربنا يعني يبعد عنهم مصالحهم الشخصيه اذا كان فيه، وربنا يعني ينور بصيرتهم. تمام. احنا بلد واحده، وان احنا سعادتنا من سعادتهم، ولازم كلنا نبقى ايد واحده. تمام. اللي ناقصنا في مصر عايزين احنا بنبحث عن ثقافه. تمام. المواطن المصري حبه البلد حقيقي. صح. يعني انا اقول لسيادتك حاجه، المكان اي مكان بنسافره، عشان ما حددش مكان باريس ولا كرواتيا ولا السويد ولا اي دوله رحناها، حبنا للبلد، انا شغوف ارجع بلدي. صح. يعني حبنا للبلد لا والله بلدنا من اعظم دول العالم، لما تقال ام الدنيا حقيقي ام الدنيا، ولما يتقال احنا كمصريين عشاق لتراب بلدنا حقيقي، احنا انا مش حاجه يعني اقول ايه، مصر دي حاجه عظيمه جدا، كل ما اتمناه ان الثقافه بتاعتنا تختلف، وان احنا نحافظ على بلدنا، وان احنا نحب بعضنا ونحب بلدنا، وساعتها هنبقى اعظم دوله في العالم ان شاء الله. اشكرك من باريس، معنا رئيس بعثه مصر في كره اليد ورئيس الاتحاد المصري لكره اليد السيد المحترم محمد الامين. شكرا جزيلا محمد بن امين على وقتك وهذا التواجد.